أكدت سعادة الدكتورة جليلة السيد جواد حسن وزيرة الصحة أن مملكة البحرين حققت سلسلة من الإنجازات الرائدة على صعيد تنفيذ الخطط والمساعي لتطوير واستدامة خدمات القطاع الصحي، وذلك في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك خلال ترأس سعادتها اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب الإيدز، وبحضور ممثلي الوزارات والهيئات الرسمية في اللجنة. وقالت سعادة وزيرة الصحة إن مملكة البحرين من الدول السباقة في تطبيق وتنفيذ العديد من الأنظمة والتشريعات لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب الإيدز، والتي تتواءم وتتماشى مع جميع المبادرات العالمية في هذا الشأن، فضلا عن التزامها بتحقيق الأهداف التي تضع منظمة الصحة العالمية لتحقيق هدف الحد من انتشار المرض والتخلص من تداعياته. وخلال الاجتماع تم متابعة توصيات اللجنة وسير عمل اللجان الفرعية والخطط التنفيذية التي وضعتها كل لجنة بناء على أهداف اللجنة والخطة الاستراتيجية لمكافحة الإيدز، كما تم التأكيد على استمرارية العمل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لمكافحة الإيدز 2020-2025.